لسنوات طويلة بحث روبرت كيوساكي في مبادئ الثراء وأسس بناء ثروة مالية من الصفر، وهو مؤلف كتاب الأب الغني والأب الفقير، وهو معروف بنصائحه حول بناء الثروة والاستثمار. في هذه الحلقة سنلقي نظرة على المبادئ والأساسيات التي تقوم عليها عملية بناء ثراء مالي مستدام وفقا لروبرت كيوساكي. استمع وقرأ اليوم عبر تطبيق أوديولابي. ملخص كتاب استثمار آمن من الفشل للكاتب هاري براون. حمل تطبيق أوديولابي مجانا عبر جوجل بلاي وأب ستور. أولا، الأصول على حساب الالتزامات. يعتبر هذا المبدأ مفتاحا لتحقيق الثراء المالي وفقا لروبرت كيوساكي. ينبغي أولا فهم الفرق بين الأصول والالتزامات. الأصول هي الأشياء التي تمتلكها والتي يمكن أن تزداد قيمتها المالية بمرور الوقت، ويمكنها أيضا أن تولد دخلا. وتشمل الأصول العقارات والأسهم والمشاريع التجارية. أما الالتزامات فهي الديون والتزامات المدفوعات التي تتحملها، وتشمل القروض والرهون العقارية والديون الاستهلاكية مثل قروض السيارات وبطاقات الائتمان. ويؤكد كيوساكي على ضرورة زيادة الأصول وتقليل الالتزامات لبناء ثروة مالية في وقت أسرع، ولتحقيق ذلك ينبغي اتباع الاستراتيجيات التالية. 1- توجيه المال نحو الأصول. إنه توجيه أموالك نحو شراء الأصول التي تولد دخلاً سلبياً وتزيد قيمتها بمرور الوقت. على سبيل المثال، يمكنك شراء عقار لتأجيره والحصول على دخل تأجير شهري. 2- تقليل الالتزامات. العمل على تقليل الديون والتزامات المدفوعات من خلال التحكم في المصروفات والتخلص من الديون غير الضرورية وسداد الديون القائمة بأسرع وقت ممكن. 3- تحويل الالتزامات إلى أصول. في بعض الحالات يمكن تحويل الالتزامات إلى أصول من خلال استخدامها لتوليد الدخل. على سبيل المثال، قد تقرر شراء محل تجاري باستخدام قرض عقاري، وبعد ذلك تأجيره لتحقيق دخل يغطي قسط القرض مع زيادة قيمة العقار مع مرور الوقت. 2- التعلم والتثقيف المالي. يشدد كيوساكي على أهمية التعلم المالي وتحسين مهاراتك المالية لفهم كيفية إدارة الأموال والاستثمار بشكل صحيح، وذلك من خلال قراءة الكتب والمقالات وحضور الندوات والورش المتعلقة بالاستثمار والمالية الشخصية. ويمكنك تعلم استراتيجيات إدارة الأصول والالتزامات بشكل أفضل، والعمل على تطوير معرفتك بالأسواق المالية وأفضل طرق لتنمية ثروتك. يعتقد روبرت أنه من خلال زيادة معرفتنا المالية يمكننا فهم كيفية الاستثمار بشكل صحيح والتحكم في أموالنا. وكلما تعلمت أكثر كلما زادت قدرتك على بناء وتنمية ثروتك. 3- تحديد أهداف مالية وليس أمنيات. يشجع كيوساكي على تحديد الأهداف المالية ووضع خطة لتحقيقها. وأول هذه الأهداف العمل على تحسين الوضع المالي الشخصي. على سبيل المثال، قد تضع هدفا لتحقيق دخل سنوي معين من عملك أو هدف لتحقيق دخل سلبي. 4- بناء شبكة علاقات اجتماعية ومهنية. يشدد كيوساكي على أهمية تحسين شبكة العلاقات الاجتماعية والتواصل مع الأشخاص الناجحين في مجال المال والأعمال. إن إحاطتك بأشخاص لديهم معرفة وخبرة في مجال الاستثمار والأعمال يمكن أن يساعدك على تطوير مهاراتك وتحقيق النجاح المالي. 5- الموازنة بين الخوف والجشع. ينصح كيوساكي بالتعامل مع المخاطر بذكاء وعدم السماح للخوف أو الجشع بالتحكم في قرارات الاستثمار. ويوصي بالاستثمار بحكمة واختيار الفرص المالية والاستثمارات عن معرفة وليس عشوائيا، بدلا من الانجرار وراء الجشع والخوف الذي قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية سيئة. ينصح كيوساكي بتنويع المحفظة الاستثمارية لتقليل المخاطر وزيادة فرص تحقيق العائدات.
يعتبر الاستثمار في الأصول الحقيقية مثل العقارات والأعمال التجارية والأسهم أحد الطرق الأساسية لتحقيق الثراء المالي. سادساً، الاستثمار في الذات. يعتبر كيوساكي الاستثمار في الذات أحد العوامل الرئيسية لتحقيق الثراء المالي. إنه ينصح بتطوير المهارات الشخصية والمهنية من خلال التعلم المستمر وتحسين القدرات القيادية والتفاوض. يمكن أن يساعد هذا الاستثمار في تحسين فرص النجاح المهني وزيادة الدخل. سابعاً، تحقيق الدخل السلبي. يشجع كيوساكي على تحقيق الدخل السلبي من خلال الاستثمار في الأصول المنتجة للدخل. يمكن أن تكون هذه الأصول عقارة مؤجرة، أسهما توزع أرباحا، أو مشاريع تجارية تتيح لك تحقيق دخل دون الحاجة لتقديم جهد كبير. إنه يعتقد أن الدخل السلبي يمكن أن يوفر استقلالية مالية ويتيح الفرص لتنمية ثروتك. ثامناً، الاستثمار في العقارات. يعتبر كيوساكي الاستثمار في العقارات كأحد أفضل الطرق لبناء الثروة على المدى الطويل. عندما تستثمر في العقارات المؤجرة تستفيد من نمو قيمة العقار وتدفق الإيجار الشهري. على سبيل المثال، يمكنك شراء شقة أو منزل أو محل للإيجار وتحقيق تدفق نقدي شهري، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة العقار بمرور الوقت. تاسعاً، التحلي بالصبر والمثابرة. يعتبر كيوساكي أن التحلي بالصبر والمثابرة هو مفتاح تحقيق الثراء المالي، فالنجاح المالي لا يأتي بسهولة أو بسرعة، بل يتطلب الالتزام بالأهداف المالية والعمل بجد لتحقيقها. إنه يدعوك إلى قبول التجارب الفاشلة كجزء من رحلة التعلم ومواصلة السعي لتحقيق النجاح المالي. خلاصة: غالبية الناس لا يعنيهم إلا خطط الثراء السريع والطرق المختصرة لتحقيق ثروة حقيقية، وهذا طريق أشبه بمن يحاول الحصول على ثروة من لعب اليانصيب. بينما في المقابل، عملية بناء الثروة من الصفر تعتمد على مجموعة من الأسس والمبادئ الأساسية وفقا لروبرت كيوساكي، أبرزها التعليم والتثقيف المالي والاستمرار في تطوير المهارات والخبرات المهنية وتعلم أساسيات الاستثمار. باتباع مبادئ وأسس روبرت كيوساكي للثراء المالي، يمكنك فعلا بناء ثروة من الصفر في المستقبل المنظور. تجدر الإشارة إلى أن كتاب روبرت كيوساكي الأب الغني والأب الفقير الذي صدر عام 1997 أسهم في تغيير الطريقة التي ينظر بها عشرات الملايين حول العالم إلى المال. ويؤمن روبرت أنه من المحتمل أن يفقد المرء ماله في البورصة أو يخسر في أحد أو جميع استثماراته، كما أن المال يمكن أن تهبط قيمته ويخسر الجميع حتى أكثر الناس حرصا على الادخار. ومن هنا تظهر أهمية الذكاء والوعي المالي، فهو أهم الأصول المالية التي يمتلكها المرء على الإطلاق وواحد من أساسيات الثراء.